بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، بناتي العزيزات، نقدم لكم اليوم درسا في مادة اللغة العربية المستوى الخامس، الوحدة الأولى للأسبوع الخامس، مكون الظواهر اللغوية، الموضوع تقويم ودعم، الحصة الأولى. حدد لهذا الدرس هدفان أساسيان: أولا، مدى تمكن المتعلم من الظواهر اللغوية المدروسة، ثانيا، مدى تمكن المتعلم من توظيف الظواهر اللغوية المدروسة توظيفا سليما. تعرفنا سالفا في دروس الصرف والتحويل على المجرد والمزيد، ثم الصحيح والمعتل، والآن سوف نقوم باستثمار هذه الظواهر اللغوية المدروسة. أولا، ننطلق من النص الشكل والإعراب. أولا، أضبط الفقرة الأولى بالشكل التام. جيد، أحسنتم. خذوا أقلام التصحيح وركزوا جيدا، سوف أقرأ: أصبحت النساء المهاجرات اليوم أزيد من نصف المهاجرين المغاربة بالخارج. نساء التحقن بأزواجهن، ونساء هن باحثات عن العمل من أجل تحسين ظروفهن الاجتماعية، ونساء من بنات الأجيال الأولى للهجرة المغربية، نساء كلهن مساهمات في دور المرأة المغربية في بلد المهجر وفي وطنها جنبا إلى جنب مع الرجل دون كلل أو تمييز. جيد، ركزوا معي جيدا، سوف أعيد القراءة. أصبحت النساء المهاجرات اليوم أزيد من نصف المهاجرين المغاربة بالخارج. نساء التحقن بأزواجهن، ونساء هن باحثات عن العمل من أجل تحسين ظروفهن الاجتماعية، ونساء
من بنات الأجيال الأولى للهجرة المغربية. نساء كلهن مساهمات في دور المرأة المغربية في بلد المهجر وفي وطنها جنبا إلى جنب مع الرجل دون كلل أو تمييز. أحسنتم، صححوا جيدا وركزوا جيدا على الظواهر التي درسناها. جيد، ثانيا أعرب الكلمات التي تحتها خط في النص. إن رجعنا إلى الكلمات نجدها بالنص وباتت وزيرة في فرنسا. وزيرة، كلمة ثانية وهي في الجملة التالية، وهي اليوم تدير مراكز علمية مهمة. تدير، نعم تدير، أحسنتم. جيد، ممتاز. فكلمة وزيرة جاءت خبرا لفعل بات الذي هو من النواسخ، فهي خبر بات منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جيد، كلمة ثانية تدير، جاءت فعلا مضارعا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتير تقديره هي، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ هي. صححوا جيدا وقارنوا إنجازاتكم بما هو قد عرض عليكم. ممتاز، أنهيتم، لنواصل. ثانيا الصرف والتحويل، أصنف الأفعال التالية في الجدول: كتب، أدرك، استغل، اقتصد، يدوم، يبتسم، عد. مزين،
الجدول كما ترون قد صنف إلى ثلاث خانات: الفعل المجرد، الفعل المزيد، وحروف الزيادة إن كان الفعل مزيدا طبعا. جيد، نعم، كتب. فعل مجرد، لماذا؟ إن حروفه كلها أصلية. أدرك، فعل مزيد، وحرف الزيادة فيه الهمزة. استغل، فعل مزيد، حروفه ليست كلها أصلية، فهو مزيد بالهمزة والسين والتاء. اقتصد، ولاحظوا كذلك أنه فعل مزيد. بماذا؟ جيد، بالهمزة والتاء. يدوم، جاء في صيغة المضارع، لكن لمعرفة حروف الزيادة نحوله إلى صيغة الماضي، إلى الضمير هو. ممتاز، فيكون دام، فهو فعل مجرد. يبتسم، جاء كذلك في صيغة المضارع، لذا من الواجب علينا أن نحوله إلى صيغة الماضي، فنقول ابتسم. نعم، فما حروف الزيادة فيه؟ جيد، إنها الهمزة والتاء. ثم فعل عد، نلاحظ أن حروفها كلها أصلية، فهو فعل مجرد. ثانيا، أصنف الأفعال التالية في الجدول التالي: علم، قال، ظن، نسي، يأخذ، وجد. الجدول التالي: يتكون من خانتين أساسيتين، الفعل الصحيح وهو ثلاثة أنواع، الفعل المعتل وهو كذلك ثلاثة أنواع. فالصحيح إما سالم وإما مهموز وإما مضعف، بينما المعتل إما هو مثال أو أجوف أو ناقص. نعم، لاحظوا جيدا كيف صنفنا هذه الأفعال. علم فهو فعل صحيح سالم، يأخذ عفوا، قال، حرف العلة في وسطه فهو أجوف. ظن
فهو مضاعف. لماذا؟ جيد، لأن حرفه الثاني والثالث من جنس واحد. نسية فعل ناقص آخره حرف علة. يأخذ فعل مهموز حرفه الأصلي همزة. وجد مثال فهو فعل معتل الحرف الأول. صحيح جيدا، أحسنتم. شكرا على انتباهكم، وإلى حصة أخرى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، بناتي العزيزات، نقدم لكم اليوم درسا في مادة اللغة العربية المستوى الخامس، الوحدة الأولى من الأسبوع الخامس، الظواهر، مكون الظواهر اللغوية، الموضوع تقويم ودعم، الحصة الثانية. حددنا لهذا الدرس هدفين أساسيين. أولا، مدى تمكن المتعلم من الظواهر اللغوية المدروسة. ثانيا، مدى تمكن المتعلم والمتعلمة من توظيف الظواهر اللغوية المدروسة توظيفا سليما. دائما حينما نذكر الجملة الإسمية يجدر بنا الإشارة إلى الاسم الذي تبتدئ به الجملة، ألا وهو المبتدأ. فالمبتدأ دائما يحتاج إلى خبر، فهو كما علمتم أربعة أنواع، فيمكن أن يأتي مفردا أو يأتي جملة فعلية أو يأتي جملة اسمية أو شبه جملة. جيد، من ناحية أخرى حينما تدخل كان وأخواتها على المبتدأ والخبر كما رأيتم أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أولا، التراكيب. أحدد خبر المبتدأ وأبين نوعه في الجملتين التاليتين. ركزوا معي جيدا. الجملة الأولى، المرأة تشارك الرجل في العمل. الجملة الثانية، المهاجر طموحه كبير. كما ترون عرضنا على جدول الجملتين، ثم
أبين الخبر ثم نوع هذا الخبر في هاتين الجملتين. نعم جيد. كما ترون مكون الجملتين الأساسيتين المبتدأ والخبر. الجملة الأولى: المرأة تشارك الرجل في العمل. المرأة مبتدأ، فأين هو الخبر؟ فعلا تشارك الرجل، فما طبيعة هذه الجملة؟ بماذا ابتدأت؟ فعلا بفعل، إنها جملة فعلية، فنقول أن الخبر قد جاء في هذه الجملة جملة فعلية. الجملة الثانية: المهاجر طموحه كبير. فالمهاجر مبتدأ، وأين هو الخبر؟ طبعا طموحه كبير، طموحه كبير، ابتدأت باسم، فهو مبتدأ كذلك. كبير خبره، جملة اسمية. فنلاحظ أن في هذه الجملة قد جاء الخبر جملة اسمية. ثانيا أعربي الجملة التالية إعرابا تاما. باتت المرأة المغربية مشهورة. باتت المرأة المغربية مشهورة. نعم جيد. باتت، بات كما ترون أنه من أخوات كان، فهو ناسخ فعلي مبني على الفتح. التاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. المرأة اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المغربية نات مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مشهورة خبر بات منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لاحظوا معي جيدا أن كما قلنا يحتاج إلى اسم وخبر. إذن بات ناسخ، المرأة اسمه مشهورة خبره. الإملاء: أولا أجمع الكلمات الآتية وأبين نوع التاء فيها كما في المثال: طائرة، وردة، الراعي، طفلة، الساعي، سيارة. الجدول كما تلاحظون كلمات
جمع هذه الكلمات نوع التاء وما السبب في كتابتها مربوطة أو مبسوطة؟ لاحظوا طائرة جمعها طائرات بتاء مبسوطة، لماذا؟ لأنها جاءت في جمع المؤنث السالم. وردة جمعها وردات، جاءت مبسوطة كذلك لأنها جاءت في جمع المؤنث السالم. الراعي جمعها رعاة، كيف كتبت التاء؟ فعلا مربوطة، لماذا؟ لأنها جاءت في آخر جمع التكسير. ثم طفلة جمعها طفلات، جاءت التاء مبسوطة، لماذا؟ لأنها جاءت في جمع المؤنث السالم. ثم الراعي الساعي، السعاة، جاءت التاء مربوطة لأنها جاءت في آخر جمع التكسير. ثم سيارة جمعها سيارات، كتبت التاء مبسوطة لأنها جاءت في جمع المؤنث السالم، وهكذا. ثانيا أضع الهمزة المناسبة في المكان الفارغ مع الشكل. أقرأ، أخرج، إكرام، اجتهد. نعم ممتاز، نلاحظ الهمزة. أقرأ كيف كتبت؟ فعلا هي همزة قطع. أخرج كذلك هي همزة قطع. إكرام نفس الطريقة، همزة قطع كذلك. اجتهد هي همزة للوصل، وهكذا تنتهي حصتنا، وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم.